مصور مع حي الله يرحمه باب الروح سير ما عرفناش الله يرحمه يا رب محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شان تلي يا سعش بدلي صرف لي بشي نوية لا بد من التذكير بأن الفنان التشكيلي الطلائعي العصامي الحسين طلال يعتبر من الأسماء المؤسسة للحركة التشكيلية التحديثية بالمغرب إلى جانب الرائدين أحمد الشرقاوي والجلالي الغربوي، وقد لعب دور كبير جدا في الارتقاء بالإبداع التشكيلي إلى مستوى العالمية، حيث صاحب أولا أمه الرائدة الشعبية طلال في مختلف المحافل الدولية، كما أنه رسخ حضورا لافتا في مختلف الأروقة والمتاحف عبر العالم، وتنفرد تجربته أولا بخصوصية أسلوبية وبعمق رؤيوي وبرؤية إنسانية قل نظيرها، فهو ذلك الطفل الذي يجدد أحلامه باستمرار. ثانيا أنه لعب دور كبير جدا في تجسير الهوة بين مختلف الأجناس الإبداعية وبين مختلف الروافد الثقافية، وعلينا أن نستحضر بفخر واعتزاز المعرض الإيراني الفني الإيراني المعاصر بمنتدى الثقافة بمدينة البيضاء الذي أشرف على إدارته وعلى تدميره. ويبقى السي حسين طلال ذلك الإنسان النبي، ذلك الإنسان الأريحي
ذلك الإنسان الذي يؤمن بأن الفن عليه أن يخدم القيم الإنسانية النبيلة، كان سخيا في إبداعه كما كان سخيا في وجوده. وسبحان الله بخطوة أصيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين الحب المشيد. ربنا سواخف لنا ما لا طاقة لنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا نور النور أنت الباقي بلا سبيل، اللهم يا رب تلفزه قول الإسلام زد هادنا محمد صلى الله عليه وسلم الله ربي والإسلام. اللهم يا رب ارحم ما فوقه وارحم ما تحته يا رب العالمين، يا رب اجعلهم فارحين بلقائك، اللهم يا رب اجعلهم فارحين بلقائك. في قلب جريح من الحسين طلال الذي يرقد أمامنا اليوم في مقامي الأخير إلى جوار أمك الشعبية، كنت دائما معتزا بأمك، ها أنت اليوم تركض بجانبها. رحمك الله أخينا حبيبنا وصديقنا، سوف تترك فراغا كبيرا بيننا، كنت دائما مستقبلا بشوش اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.